والله أول شيء أشكر مؤسسة شهامة الإعلامية على استضافتها لنا في هذا المساء الجميل في ليلة من ليالي رمضان المبارك لعام 1435. طبعا مؤسسة شهامة الإعلامية مؤسسة ناشئة، ولكنها ما شاء الله تبارك الله يعني كسبت شعبية كبيرة عند مشايخ وعيان ورجال القبائل، وتقدم صراحة يعني شيء جميل جدا، وعندها كوادر إعلامية راقية، وعندها جميع وسائل التصوير والمونتاج وكل شيء، واستديو لتسجيل الشيلات على أعلى مستوى، حتى أنه يعني يدير مهندسين يحملون شهادات الدكتوراه. أنا صديقي محمد يسري، الدكتور محمد يسري يعني ما شاء الله تبارك الرحمن مهندس يحمل شهادة الدكتوراه، فهذا شيء يعني فخر وشيء جميل جدا أنك تكسب كوادر إعلامية كبيرة زي بهذه الطريقة. والشيء الثاني أن مؤسسة شهام الإعلامية بقيادة أخويا عادل المطرفي الهذلي أبو تركي الله يبيض وجهه، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن قدرت أنها تأخذ قناة الصحراء، قناة الفي آي بي اللي أنا أعتبرها قناة الفي آي بي في القنوات الفضائية الشعبية، قدرت ما شاء الله مؤسسة شهامة الإعلامية تأخذ هذه القناة الراقية حصريا في المنطقة الغربية، وهذا شيء جميل جدا. وأتمنى من كل قلبي يعني أنه حتى قبيلة هذيل يدعمون القناة هذه ويدعمون مؤسسة شهامة الإعلامية، لأنها أنا أعتبرها مؤسسة لكل هذيل. وعادل الهذلي ما دام انه عادل الهذلي مطرفي اخذ يعني قناه الصحراء حصريا في المنطقه الغربيه اخذ وكالتها، المفروض كلنا نوقف معه وكلنا ناخذ قناه الصحراء وندعمها، وحتى نقترح لها برامج جديده، والله يبيض وجهه ويبيض وجهك انت بعد ويبيض وجه مصورنا الجميل زميلي اللي دائما معي في كل مكان وفي كل ديره.